ركز مع امي انا. جرى ايه؟ جرى ايه صاروخ لحد تنسى اسمه؟ لما اقول الكلب يبقى مين؟ يبقى مسعود. شفت انا فاكر ازاي؟ هو انت لسه ما اتعطرتيش بيه؟ لا لسه. عايزاك وانت بتدور على الكبير بتاعك ده تقلب لي الدنيا على مسعود الكلب. عارف يا واد يا صاروخ لو عرفت تجيبه ليك عندي حلاوه كبيره قوي. بالنسبه لسندوتش القشطه بالحلاوه ده ايه؟ ها؟ مصلحه ولا مستروحه؟ ما تلم نفسك، هو انا كوز دورة قاعد ولا ازاي؟ ازاي؟ ايه الاشكال اللي بتحدف علينا دي؟ اشكال يا اختي كمان وحلو يا اختي كمان وسكر. اخرس نوال، ما تعبريش الاشكال اللي زي دي. نوال؟ نوال؟ على اسم ماما الله يرحمها. امك يا ابن النصابه، ده انا امك دي سمعت لها يجي 17 اسم لحد دلوقتي. ايه؟ ايوه مامي كانت غاويه دلع فاني يعني. مامي كانت فاني؟ يس. لا حاجه حاجه. ايه الكلاحه دي؟ كلاحه يا قديمه قوي كلاحتي، بس طالعه من بقك سكر. صاروخ ركز مع امي انا. تعب وتغطس وتجيب لي الكلب اللي اسمه مسعود ده، انا لازم الاقي ادهم باسرع وقت. فاهم يا ذكر النخل ولا مش فاهم؟ فاهم. تضربي طعميه طيب؟ الله يخرب بيتك يا صاروخ الكلب. ايه يا منيل؟